هل سمعتم، هل قرأتم، هل حدثتم أو أخبرتم بأن محتلاً خرج طواعية باختياره من البلد الذي احتلها؟ هل سمعتم؟ هل قرأتم أن محتل احتل بلد وبعد فترة خرج باختياره برضاه وتركها لأصحابها؟ هل سمعتم؟ طيب، هذا سؤال. سؤال آخر، هل سمعتم، هل قرأتم، هل حدثتم عن شعب احتلت أرضه، احتلت أرضه، وقع عليه الاحتلال واسترد أرضه من غير مقاومة؟ هل سمعنا؟ أبدا. ولازم نعلم، نعرف أن المقاومة أي كانت ضد الاحتلال هي ليست جيشا نظاميا، ليست جيشا نظاميا، لأن الجيش النظامي بيد الدول وليس بيد حركات المقاومة. هذه مقاومة تدافع بما عندها من إمكانات ولها بداية، أليس كذلك؟ يعني من المقاومة هذه ما ممكن تجي من أول مرة تدافع بالسلاح، لا، أول أنها احتكاك باللسان رفضا للواقع، لأنه الآن يطالب بالتحرير، وبعد ذلك يستخدم أساليب أخرى أكثر من الكلمة فيها شيء من القوة البسيطة، هي عبارة عن رسائل. بمرور الوقت هذه المقاومة تشتد وتقوى وتتمدد أيضا وتمتلك أدوات تختلف عن المرحلة السابقة التي تقاوم بها. هذه هي المقاومة، ليست جيشا. لكن واحد يقول طيب المقاومة هذه لماذا تقاوم هذه الجيوش؟ طيب هل تبقى خانعة؟ لأنها لا تتحرر إلا بهذه الطريقة أولا، وإلا استسلام معناه خنوع واحتلال وخسر القضية ولا يحصل تحرر. أضرب لكم مثالين لكيفية التحرر. أولا، كيف تحرر العمانيون من البرتغاليين؟ أخطر استعمار، شوف، أخطر استعمار وأطول استعمار مرت به عمان الاستعمار البرتغالي، الاستعمار البرتغالي. تعرف كم سنة؟ تعرفوا كم سنة استمر الاستعمار البرتغالي؟ أنا الآن لما أقول لكم كم استمر الاستعمار الفرنسي للجزائر، الإجابة قد تكون حاضرة عند البعض. كم استعمرت فرنسا الجزائر؟ ها؟ 132 سنة. طيب كم استعمر البرتغاليون عمان؟ كم؟ 144 سنة. 144 سنة كانوا كابوسا على عمان، أخطر استعمار مرت به، حتى أقل، أخطر من الاستعمار الفارسي بعد ذلك. 144 سنة، من سنة بالتاريخ الميلادي 1506 إلى 1650، من 1506 إلى 1650 كم المدة؟ 144 سنة. أول ما وصل البرتغال على السواحل، طبعا هي قوة بحرية، استخدموا مع العمانيين كل أساليب القمع والاضطهاد والمجازر وكل الأسلحة الموجودة في ذلك الوقت عدا السلاح الجو، لأن لم تكن هناك سلاح جو، شيء طائرات بحرية كانت موجودة
برية كانت موجودة، دمروا المدن العمانية، هناك قرى ومدن مسحوها من على وجه الأرض، ومعنى ذلك أنهم قضوا على أهلها صغارا وكبارا، ابتداء من ظفار حتى مسندم وهرمز، ما مدينة من الساحل إلا دمرت من السواحل العمانية، دمرت قريات كلها، وقلهات دمرت، ووقعت مذبحة أليمة جدا في مسقط. كل هذا لم تدون، ترى ما موثق بالصوت والصورة، لو كان كذا أتشوف ماذا كان، ماذا فعل أولئك الصليبيون البرتغال مع العمانيين، لكن لولا تلك التضحيات لما رجعت عمان إلى أهلها. طيب كيف وضع عمان؟ يعني تدمير، قرأوا التاريخ، يعني تمسكوا رأسكم، إيش اللي حاصل؟ كأنكم تتصوروا الآن هو ما حاصل هناك حاصل عندنا في زمن البرتغال، أحرقوا بالنار، حتى بالنار دمرت المدن، الأطفال يقتلوا هكذا، والرجال وغيرهم، وكل المدن الساحلية. هذا الوضع استمر 144 سنة، لكن من بداية وضع أقدام البرتغال في عمان بدأت المقاومة. في ذلك الظرف، في هذه المدة الكبيرة، كيف العمانيين؟ البرتغال أيضا عملية فرق تسد، مطبقين، نشأت في عمان أشبه ما تكون بممالك الطوائف، كل منطقة لها حاكم، سميك ملك، سميه حاكم، سميه حكام. تعرفوا كم وصل عدد، كما تقول بعض الوثائق التاريخية، مصادر التاريخية في ذلك الوقت، تعرفوا كم عدد كان وصل حكام عمان؟ 40 حاكما، 40 حاكم، مناطق تسمى ممالك أو إمارات، سميها ما شئت، وكانت مناطق ضعيفة، كانت ضعيفة وصغيرة، أشبه ما تكون بالنظام القبلي، وكانت متناحرة فيما بينها، وهذه هي المشكلة الكبرى، كان تناحر بين هذه الطوائف، يعني هذه المناطق، هذه اللي وقعت الممالك، أشبه ما تكون بممالك الممالك اللي كان في الأندلس. عندنا في عمان نحو 40 حاكما في تلك الفترة، فترة احتلال البرتغاليين ليش؟ العمان، وذا من مصلحة البرتغاليين، حتى لأن يسعون جاهدين أن لا يتحد العمانيون، لأن في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف، فهو من مصلحتهم أن يبقى العمانيون متفرقين ليتحكموا بهم وبمقدراتهم، بأموالهم، بخيراتهم، بثرواتهم، ويكونوا تحت الاحتلال، ما يلهم شيء أبدا. بدأت المقاومات هنا وهناك، هناك أحرار، وواجه أولئك الأحرار من أولئك الحكام أيضا مضايقات ويعني أشياء كثيرة، لأن ذاك الحكام من مصلحتهم ثقافة العلف بس، لا في الضحايا ما هذاك، لكن في مذبحة واحدة 5000 شهيد، يعني لم تكن، قلت لك ما موثقة، وهي للأسف الشديد سبحان الله في عمان ما فيها كثير، لكن في وثائق في المكتبة البرتغالية الآن عندهم وثائق عن هذا. المهم بدأت المقاومة بأساليب بسيطة، وكلما تقدم بها الوقت ازدادت، لأنه بطبيعة الإنسان حر كريم، وأولئك بدأ يضعف أيضا أولئك حكام الطوائف، وإن كان في البداية أخذوا موقفا حاسما ممن يريد التخلص والتحرر، كما هو الآن حاصل في أي وقت ترى.
الطابور الخامس موجود كما يقال، أو المنبطحين موجودين في كل وقت، سميهم منبطحين، متآمرين، منافقين، سميهم ماشي، متصهينين، متبرتغلين ذيك اليوم مع البرتغال. ها، وهنا برز دور العلماء في ذلك الوقت، رأوا الوضع، ما الحل؟ الحل أن تتوحد عمان، لأن تلك المقاومة هنا وهناك مقاومة مبعثرة لا تستطيع أن تحقق تحرير. أولئك أصحاب السلطات البسيطة المنبطحين محتاجين التخلص منهم، لابد من التخلص منهم، فمحتاجين أن يلتفوا حول رجل يستطيع أن يقوم بهذا الواجب، يعني أولا يحرر العمانيين من العمانيين، مسألة التحرر، وبعد ذلك يحرر العمانيين من البرتغال. كان على رأس العلماء الشيخ خميس بن سعيد الشقصي، ومعه جملة من العلماء، منهم الشيخ مسعود بن رمضان النبهاني، والشيخ صالح بن خميس الزاملي، والشيخ خميس بن رويش خميس بن رويشد المقرفي. هؤلاء استشعروا بالمسؤولية الشرعية، وبدأت الاتصالات فيما بينهم بطريقة بعيدة عن الأنظار، وكانت هناك اجتماعات فيما بينهم وتشاورات وأخذ ورد للخروج من هذا المأزق وللتحرر. فاتفقوا على مبايعة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، وكان هذا الاتفاق سنة 1624، وتحررت عمان سنة 1950، طرد البرتغال ونالت استقلالها. شوف من متى بويع، سنة 1624، وتمت له البيعة في الرستاق في مسجد قصرى. قصرى معروفة، قرية في الرستاق، مسجد قصرى، بويع الإمام ناصر بن مرشد. وهذا ناصر، الإمام ناصر بن مرشد هو من الرستاق يا عربي، هو أحد أحفاد ملوك الطوائف في ذلك، في تلك الفترة المظلمة، كان أحد أحفاد تلك، أحفاد ملوك الطوائف أو شيوخ الطوائف أو أمراء الطوائف في تلك الرحلة أو الفترة المظلمة. وجدوا فيه الرجل المناسب من ناحية الدينية الإيمانية، ومن ناحية القدرة أيضا العسكرية. فأول ما بدأ الآن إيش أول صعوبة تواجهه؟ مش أول صعوبة تواجهه، إيش أمامه الآن؟ إيش يسوي؟ يروح يقاتل البرتغال على طول؟ لا، توحيد. طيب توحيد العمانيين، طيب العمانيين الآن ما متوحدين، من يقالهم ما متوحدين؟ كل منطقة عندها حاكم. العقبة الأكوود الآن هم أولئك الحكام، فأول من بدأ بهم أولاد عمه الذي كانوا حكاما على نخل، وخلصهم وخلص البلاد منهم، وبدأ يخلص، وتوحدت عمان كلها تحت إمامة الإمام ناصر بن مرشد. الآن حصل التحرر الداخلي من العدو الداخلي، يبقى التحرير من العدو الخارجي، وهو ماذا الآن؟ مرحلة المقاومة، مقاومة البرتغال. فأخذ يقاومهم، وطبعا عمانيين معه الآن، فاهمين معي؟ الآن أصبحت دولة لكنه تحت الاحتلال، خلينا مقاومة، لكنه هو الآن هل هو إمام شرع وكذا عسكري، لأنه أنواع، أنت تعرف مسألة في الدين. استطاع أن يحرر الإمام السلطان ناصر بن مرشد
كل المدن الساحلية العمانية من البرتغال كلها إلا مسقط فقط. مسقط ما طرد من البرتغال، لم تحرر مسقط في عهد الإمام ناصر بن مرشد، ولكن كل المدن الساحلية حررها وطرد منها البرتغال. وتمركز البرتغال الآن فين؟ في مسقط، لأهميتها طبعا اتخذوها قاعدة لهم، وبنوا القلاع وغيره. لما توفي الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله بويع بعده الإمام سلطان بن سيف ابن عم الإمام ناصر بن مرشد، وهو الذي واصل تحرير، فتم تحرير مسقط على يد الإمام سلطان بن سيف، وكان هذا عام 1650. وبتحرير مسقط استقلت عمان، تحررت عمان واستقلت وطرد البرتغال وإلى الأبد. شوف المقاومة كم بدايتها، منذ أن وطأت أقدام البرتغال عمان، لكن بداية بسيطة. وتحقق الاستقلال بعد 144 سنة، وبدأ أيضا يطاردهم من الخليج، وطاردهم من الخليج ومن البصرة ومن البحرين، واستنجد به استنجدوه أهل إفريقيا مومباسا وزنجبار، وواصل التحرير. ومات الإمام سلطان بن سيف، وتولى بعده الإمام سيف بن سلطان الملقب بقيد الأرض، وفي عهده ازدهرت عمان. وطبيعة أنها تزدهر لأن الأمور يعني في يد العمانيين ومهيئة، لكن الرجل لم يكتفي فقط بالاهتمام بازدهار عمان ورخاها وكذا، ولكن أيضا وجه الأسطول البحري، عنده أساطيل بحرية، وأنشأوا مصانع هذه العاربة، وكل مصانع للسفن الحربية، وأمروا بأن تصنع سفن بأحجام، منها ما يحمل عشرات المدافع، كل يستخدم بحسب ما يراد له الاستخدام. فلما الرجل بويع مع اهتمامه بازدهار عمان ورخائها، لكنه أخذ يطارد البرتغال حتى السواحل الهندية وحتى إفريقيا كلها طردهم. هذا هو استقلال عمان، هذا هو الإطراد. في مسقط لما الإمام سيف بن سلطان، سلطان بن سيف حرر مسقط مقابل كم 5000 شهيد لتحرير مسقط، 5000 شهيد، ما سهل، دماء